السلام عليكم اخوتي، كنطلب الله المحسنين يعاونوني. انا هادي عامين وانا مريضه، وكنت محسه بالمرض فيا عامين وانا مريضه مهلوكة كامل. مشيت للسبيطار لقاو فيا مرض القنصير. دابا كنطلب المحسنين يعاونوني الله يرحم الوالدين. راني خلقه في 51، عندي 66 عام، وانا كان لي غير واحد البيت، واحد الكاب 40000 فرنك، ما كنلقاش حتى باش نخلصو، ما كنلقاش حتى الفلوس باش نخلصو، ما كنلقاش حتى ما ناكل. عندي الراجل كبير عنده 87 عام غير في الركنه، ما كنلقى ليه هزني، ما عندي حتى واحد. انا كنت من المحسنين يعاونوني الله يرحم الوالدين، الله يطول عمركم، الله يرحم الوالدين. هادي عامين اخوتي وانا مريضه. دابا عاد حسيت المرض اللي فيا، عندي مرض القنصير. الله يحفظكم ويجيكم. وسميتي الهرامي مليكه، كنسكن في العمال، كان يا غير لك اخوتي الله يرحم الوالدين. ما كنقلش ما كنلقاش حتى باش نخلص والجواد. عاونوني الله يرحم الوالدين، كنت اخوتي المحسنين يعاونوني. الله يجعل فيكم البركه، الله يرحم الوالدين.